السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم قادة الثاني أساسي؟ أتمنى أن تكونوا بخير. سنبدأ بالدرس الثاني وهو بعنوان التفاحة الحمراء. التفاحة الحمراء. كانت تفاحة صغيرة حمراء عالقة بأحد أغصان شجرة التفاح التي في وسط البستان. كل صباح تطلع الشمس في السماء فتنظر إليها التفاحة الحمراء من خلال الأوراق وتقول لها إنها تحبها والأوراق تحبها أيضا، وتصنع لها سريرا لتنام عليه عند المساء. رأت التفاحة الحمراء في أحد الأيام طفلة صغيرة تقفز وراء الكرة، فقالت لها من أنت أيتها الفتاة الجميلة؟ نظرت إليها الطفلة الصغيرة ثم قالت تعالي أيتها التفاحة، تعالي نلعب معا. قالت التفاحة لقد رأيتك أمس تلعبين بالقرب من شجرتي فأحببتك، لذلك أقبل أن ألعب معك، ولكن ليس اليوم بل غدا عندما أكون مستعدة للعب. وفي اليوم التالي تخلصت التفاحة من الغصن وسقطت بين يديه الفتاة الصغيرة. الفتاة الصغيرة أمسكت التفاحة بأناملها الناعمة ثم أخذت تلعب بها فرحة مسرورة. وبعد الغداء قالت الطفلة للتفاحة الحمراء شكرا لك يا تفاحة اللطيفة، فلسوف آكلك الآن ولتسكني في قلبي. سنبدأ بطرح الأسئلة. بما كانت التفاحة الصغيرة الحمراء عالقة؟ بما كانت التفاحة الصغيرة الحمراء عالقة؟ كانت التفاحة الصغيرة الحمراء عالقة بأحد أغصان شجرة التفاح. كانت التفاحة الصغيرة عالقة بأحد أغصان شجرة التفاح. أحسنتم. متى كانت تنظر إلى الشمس؟ ومتى كانت الأوراق تصنع لها سريرا؟ متى كانت تنظر إلى الشمس؟ ومتى كانت الأوراق تصنع لها سريرا؟ كانت تنظر إلى الشمس كل صباح، وكانت الأوراق تصنع لها سريرا عند المساء. نعيد. كانت تنظر إلى الشمس كل صباح، وكانت الأوراق تصنع لها سريرا عند المساء. أحسنتم. ماذا طلبت الطفلة الصغيرة من التفاحة؟ ماذا طلبت الطفلة الصغيرة من التفاحة؟ طلبت الطفلة الصغيرة من التفاحة أن تلعب معها. طلبت الطفلة الصغيرة من التفاحة أن تلعب معها. أحسنتم. أفهم وأستنتج. لماذا أرادت الفتاة الصغيرة أن تلعب مع التفاحة؟
لماذا أرادت الفتاة الصغيرة أن تلعب مع التفاحة؟ أستخرج من النص الكلمات التي تدل على الوقت والزمان. أستخرج من النص الكلمات التي تدل على الوقت والزمان. ختاماً أحبائي، ما عليكم سوى التدريب على قراءة النص للإجابة عن الأسئلة. إلى اللقاء.